السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، معانا النهارده مع مراجعة مادة الرياضيات. يلا بينا هنشوف السؤال الأولاني بتاعنا إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة، اختر الإجابة الصحيحة. سؤال رقم واحد، قاعدة المخروط على شكل إيه يا أولاد؟ تعالى نشوف الاختيارات اللي قدامنا، مربع ولا دائرة ولا مستطيل؟ يلا أولادي الحلوين يحاولوا يفتكروا كده. قاعدة المخروط، ركز كده معايا، المخروط على شكل ايه يا ولاد؟ ايوه سامعاكم بتقولوا دائرة، برافو عليكم. السؤال الثاني، الزاوية التي قياسها 98 درجة، خلي بالك من الرقم، تسمى زاوية ايه يا ولاد؟ تسمى زاوية، ايوه، منفرجة، هي زاوية منفرجة. يلا بينا على السؤال الثالث، العدد، انا هقرا لك العدد، 12290 مكون من نقط أرقام، عايزين نشوف العدد ده مكون من كام رقم. يلا بينا نعد، 1 2 3 4 5، يبقى هو مكون من 5 أرقام. يلا بينا على السؤال الرابع، بص كده معايا، 6 زائد 90 زائد 3000، ايه ده بقى ده؟ نعمل ايه يا ولاد؟ زي ما احنا متعودين، كل واحد فيهم هيقعد في بيته. يلا بينا نعمل 4 بيوت ونقعد كل واحد في بيته. يلا بينا، الستة اللي مفيش جنبها أي حاجة دي عبارة عن بيت إيه؟ ستة في بيت الأحد، هنقعدها في بيت الأحد. والتسعة اللي جنبيها صفر دي معناها إنها تسعة جاية من بيت العشرات، يبقى هتروح تقعد في بيت العشرات بتاعها، تبقى تسعة في بيت العشرات. طيب عندنا تلاتة وجنبيها تلات أصفار، دي علامة إن هي جاية من أنه بيت؟ جاية من بيت الألف، تقعد في بيت الألف بتاعها، في بيت الألف. طيب يا ترى يا اولاد لقينا عندنا حاجه في بيت المئات؟ لا مفيش. طب هنحط في البيت ايه؟ زي ما احنا متفقين هنحط صفر عشان نحجز البيت بتاعنا. طب تعالى بقى نقرا الرقم بتاعنا 390. طب يا ترى في اختيار يواجبه؟ في عندنا الاختيار الثالث هو الثلاث. تعالى بينا على السؤال الخامس، جميع الاشكال التاليه مسطحه ما عدا نقط فهو مجسم. خلي بالك بيقول لك كل الاشكال اللي موجوده قدامك مسطحه ما عدا حاجة واحدة بس هي اللي مجسم. تعال نشوف الاختيارات، مستطيل ولا مربع ولا متوازي مستطيلات. احنا يا ولاد لما اخدنا المجسمات اخدنا مين فيهم من اللي موجودين قدامنا دول مجسمات؟ متوازي المستطيلات، برافو عليك، متوازي المستطيلات هو المجسم الوحيد اللي موجود. تعال بينا على سؤال رقم 6، قياس الزاوية المستقيمة، افتكر حبيبي معايا قياس الزاوية المستقيمة كان كام؟ سامعاكم بتقولوا 180 درجة، 180 درجة قياس الزاوية المستقيمة. يلا بينا يا ولاد على السؤال رقم 7، بص كده أنا رسم لك شكل وبسألك الشكل ده يسمى إيه؟ يسمى شعاع ولا مستقيم ولا قطعة مستقيمة؟ شعاع ولا مستقيم ولا قطعة مستقيمة؟ راجع كده معايا، الرسمة اللي موجودة قدامي دي عبارة عن مستقيم، خلي بالك كده من السهم اللي موجود في الأول وفي الآخر، ده مستقيم. طيب تعالى معايا كده للسؤال رقم 8، قيمة الرقم 7 في العدد 74521. هي خلي بالك كلمة قيمة الرقم يعني عدد الأصفار اللي هتخرج بيها السبعة من البيت ده، السبعة قاعدة في بيت عشرات الألوف، عشرات الألوف، يعني وهي ماشية من البيت هتاخد معاها 4 أصفار، 4 أصفار. طب إيه الاختيار اللي يناسبنا؟ أيوه سامعاكم بتقولوا الاختيار الأولاني، هو فعلا 70000. يلا بينا على السؤال رقم 9، هقرا معاك العدد، 61481. طيب بص كده عندي علامة يساوي، بص يا ولاد افتكر السؤال الجميل بتاعنا ده، احنا اخدنا العيلة الأولانية اللي هي عيلة الأحاد والعشرات والمئات اللي هي 481. طيب مين اللي فاضل يا ولاد؟ فاضل عندي 61، اوعى تختار 61 بس، اتفقنا؟ لا، احنا هناخد 61 وجنبيها 3 أصفار، مكان ما شلت منها الأحاد والعشرات والمئات هرجع لها 3 أصفار. وخلي بالك السؤال ده مهم، 61000 يعني مكانها 3 أصفار. طيب يلا بينا على السؤال رقم 10، 71000 بتساوي نقط 100. افتكر كده معايا السؤال الحلو اللي حليناه كتير مع بعض، هننزل ال 71 تحتيها والألف هتدينا 3 أصفار. تعالى عند المئة واكتب مئة بالحساب، مئة بالحساب، مئة واحد وجنبيها صفرين، ونطير الأصفار مع بعض، هنطير من هنا صفرين مع هنا، من هنا صفرين، أيوة كده،
برافو عليك. فضل عندي كام؟ 710. فعلا الواحد وسبعون الفا هتساوي 710 مئة. تمام، يلا بينا على السؤال 11. بص السؤال بيقول لك ايه؟ لديك اربع قطع مستقيمة متساوية في الطول، الشكل الذي يمكن تكوينه هو. افتكر معايا حبيبي، انا معايا اربع قطع مستقيمة، يا ترى مين فيهم ينفع يتكون في الاختيارات بالاربع قطع مستقيمة؟ سمعاك بتقولي مستطيل ومربع. خلي بالك بقى من المكر اللي في السؤال، في كلمة متساوية، الاربع قطع متساوية تقدر تعمل لي سمعاكوا يا ولاد يا شاطرين بتقولوا مربع. هو فعلا المربع اللي مكون من اربع قطع مستقيمة ومتساوية في الطول، ورسمت لك كده كمان مربع صغنن جنبيها عشان تفتكر كده اللي انا بقوله. يلا بينا على السؤال رقم 12. 7 + 2 + 0 + 1. افتكر كده وخليك معايا شاطر. دلوقتي السبعة دي مفيش جنبيها ولا صفر ولا اي حاجة، ولا الاتنين ولا الواحد، دول كلهم عبارة عن احاد. 7 + 2 + 1 + 1 هنجمعهم ويطلع. يلا بينا، 7 و2 9، 9 + 0 هي التسعة، 9 و1 يا ولاد 10. خلي بالك الاختيار بتاعنا هيبقى 10، اوعى تتلخبط. يلا بينا على سؤال رقم 13. الأسطوانة لها، افتكر معايا الأسطوانة لها نقط قاعدة، يا ترى الأسطوانة عندها كم قاعدة؟ 0 ولا 2 ولا 4؟ سمع ولادي الشاطرين بيقولوا 2، ممتازين يا ولاد. أربعتاشر، أكبر عدد مكون من أربع أرقام هو. افتكر معايا السؤال ده حبيبي، أربع عدد مكون من أربع أرقام، تعالى مع بعض نعمل أربع بيوت، اتفقنا إنها فزورة وإحنا هنحاول نحلها. أكبر حاجة أخدناها هي التسعة، هنقعدها في بيت الآلاف. هو قال لي أي معلومة تانية غير إن هم أكبر عدد مكون من أربع أرقام؟ لا، يبقى أنا هحط في كل البيوت 9 9 9 9، بقى عندي 9999. السؤال اللي وراه، الشكل التالي عند طيه ولصقه يعطي. يلا بينا. طيب يا ولاد، الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده لما هيتطبق مع بعضه زي ما هو بيقول لك عند طي ولصقه يعطي ايه؟ يا ترى مكعب ولا متوازي مستطيلات ولا منشور؟ بص حبيبي، بص على الشكل اللي موجود قدامك ده، دول عباره عن مربعات، مربع مربع ومربع ومربع، يكون لي ايه؟ مين الشكل اللي جميع الاوجه بتاعته على شكل مربع؟ سامعاكم يا ولادي بتقولوا مكعب. برافو عليك، مكعب، هو المكعب اللي جميع الاوجه على شكل مربع، وهو كمان عنده 6 اوجه. تعالى نعدهم، 1 2 3 4 5 6. برافو عليك. طيب يلا بينا على السؤال اللي بعديه. عند قسمة العدد الذي يمثله المعداد المقابل على 7 يكون الناتج. تعال نشوف المعداد عليه ايه. يلا بينا نعد بيت الأحد، 1 2 3 4 5 6. طب يلا بينا على بيت العشرات، 1 2 3 4 5. تعال نشوف العدد ده هيبقى ايه، هيبقى عبارة عن 56، 56. طيب هو بيقول لي في المسألة عند قسمة العدد ده، يعني أنا هكتب 56 على 7، 56 على 7. طيب افتكر معايا بقى، 56 على 7 كانت الإجابة إيه يا ولاد؟ كانت الإجابة كام؟ كانت الإجابة 8، كانت الإجابة 8. اختار من الإجابات 8. السؤال اللي وراء، تكون الزاوية بين عقربي الساعة مستقيمة عندما تشير إلى. حطيت لي الثانية والسادسة والثالثة. يلا بينا نرسم ساعات كده، نرسم ساعة عند الثالثة ونعمل فيها الساعة الثالثة. برافو، يلا بينا على السادسة كمان. تمام، والثانية. طيب بصوا بقى، بعد
قسمناهم يا ولاد. عايزين نعرف يا ترى الزاوية بين عقربي الساعة مين فيهم كانت زاوية مستقيمة؟ شايفينكم بتقولوا عند الساعة الثانية دي الزاوية هنا حادة، الزاوية هنا حادة. طيب هي دي اللي احنا عايزينها؟ لا. طب تعالى نشوف السادسة. ايوه برافو عليك، برافو عليك، هي السادسة زاوية مستقيمة. طب تعالى نكمل كده، الثالثة دي يا ترى زاوية ايه؟ زاوية قائمة، زاوية قائمة. احنا الإجابة بتاعتنا السادسة. يلا بينا على السؤال اللي بعديه. الشكل التالي في النمط، حاطط لي نمط يا ولد، بيقول لي دائرة مثلث مربع، دائرة مثلثين مربع. افتكر كده كنا بنقول ايه؟ سامع اولادي بيقولوا ده المثلث بيزيد، النمط بتاعنا بيزيد مثلث واحد. طيب تعالى نشوف كده، نشوف النمط اللي بعديه هيبقى ايه. دائرة كم مثلث؟ ثلاث مثلثات، مثلث 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 وبعد كده مربع. طب تعالى نشوف بقى الاختيار، بقى مين فيهم الاختيار الصح؟ سامعاكم بتقولوا الاختيار الصح هو اختيار ب، عبارة عن دائرة وثلاث مثلثات ومربع. عليه الدور يا ولاد. السؤال بتاعنا اكمل. المجسم الذي له ست اوجه وكل وجه على شكل مربع. المجسم ده يا ترى ايه يا ولاد؟ احنا دلوقتي في المجسمات عارفين ان في اكتر من مجسم عنده ست اوجه. ايوه عندنا المكعب ومتوازي المستطيلات، لكن اللي كل وجه على شكل مربع هو حاجه واحده بس اللي هو مين؟ المكعب. المكعب. يلا بينا على السؤال اللي وراه. بص السؤال ده جميل ازاي، بيقول لك باستخدام الزاويه اللي قياسها 30 اوجد قياس ا ب ج، وراسم لي زاويه اسمها ا ب ج وعايزني استخدم الزاويه اللي قياسها 30. طيب يلا بينا كده نشوف، وراسم لي كده جواها اكتر من زاويه. طيب الزاويه الاولانيه دي هتبقى 30، واللي جنبيها كمان 30، والثالثه دي كمان 30. طب انا عشان اجيب بقى الزاويه ا ب ج هعمل ايه؟ هقول 30 زائد 30 زائد 30. تعالى نجمع كده، 0 زائد 0 زائد 0 0، 3 زائد 3 6 وزائد 3 تبقى 9، يبقى عندنا 90 درجة. وما تنساش العلامة بتاعت الزاوية اللي هي اسمها ايه يا ولاد؟ الدرجة، بقت اسمها 90 درجة. تعالى على السؤال اللي وراه. ما العدد الذي يضاف إلى 734 ليكون الناتج 1000؟ يا ترى ايه العدد ده؟ تعالى نحلها زي ما احنا متعلمين، هنعمل مربع زائد 734 يساوي 1000. طيب تعالى بقى نحط كمان المفتاح بتاعنا بتاع الجمع، صغير زائد صغير يكون الناتج ايه؟ كبير. طيب مين اللي مش موجود يا ولاد عندنا في المسألة؟ العدد الصغير. طيب احنا اتعلمنا مع بعض الصغير بيجي بالطرح، هاخد الألف على جنب في الهامش واطرح منها 734. خلي بالك الأحد تحت الأحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، والآلاف تحت الآلاف. يلا بينا، صفر ينفع نشيل منه أربعة؟ ما ينفعش. هنعمل إيه؟ هنستلف من الواحد اللي ببيت الآلاف، هنستلف من الواحد اللي ببيت الآلاف يبقى صفر، وبيت المئات هيبقى 9، والعشرات هيبقى 9، والأحاد هيبقى 10. 10 ناقص 4 يتفضل لنا 6، 9 ناقص 3 يتفضل لنا 6، 9 ناقص 7 يتفضل لنا 2. وطبعا الصفر اللي ببيت الآلاف لو هينزل حتى ملوش ايه؟ ملوش أي قيمة. فالعدد اللي عندنا 266. يبقى العدد اللي أنا هضيفه لل 734 عشان يكون الناتج 1000 هو 266. تعالى للسؤال اللي وراه. باستخدام خواص الجمع اوجد الناتج. تعالى كده معايا، انا عندي اربع اعداد، خد بالك من الاربع اعداد انا هقراهم لك. 6172، 5146، 2818، 2854. تمام؟ بنحلها ازاي يا ولاد؟ افتكر معايا كنا بنعمل شرطه تحت بيت الاحاد، شرطه تحت بيت الاحاد، وهنجمع مع بعض. ايوه الاحاد 2 في العدد الاولاني، وفي العدد اللي وراه 6، وفي العدد الثالث 8، وفي العدد الرابع 4. هنجمع مع بعض اللي يكون لنا 10. انا مساعداك في القوس الاولاني وكتبت لك 6172، يا ترى اللي يكمل لنا بيت الاحاد 10 هو مين؟ شايفاك بتشاور على 2818. يلا بينا نكتبه 2818.
كده احنا كونا العشرة الاولانية في بيت الاحاد 2 و 8. طب تعالى للعدد اللي وراه، احنا موجود عندنا في القوس 5146. يا ترى اللي هتكمل الستة هو مين؟ الاربعة. سامعاكم بتقولوا الاربعة. 2854. 2854. يلا بينا نجمع بقى. 2 يا ولاد زائد 8 10. صفر ومعايا الواحد فوق بيت العشرة. 1 و7 8. 8 و1 9. 1 و8 9. 6 و2 8. بقى العدد اللي عندنا 8990. يلا بينا نجمع القوس الثاني. 4 زائد 6 10. صفر ومعايا الواحد. 1 فوق 5 6. 6 و4 10. صفر ومعايا الواحد. 1 و8 9. 9 و1 10. صفر ومعايا الواحد. 1 فوق الاثنين بقت 3. 3 و5 8. بقى عندنا 8000. تعالى بقى نجمع عشان نطلع الرقم النهائي. 0 زائد 0 0. 9 من بيت العشرة زائد 0 هي هي التسعة. 9 مئات مع 0 هي هي التسعة. 8 و8 16. الناتج عندنا 16990. يلا بينا على السؤال اللي وراه. نستخدم نقط لقياس الزاوية. بنستخدم ايه يا ولاد؟ المنقلة. بنستخدم المنقلة. خلي بالك من السؤال. يلا بينا على السؤال اللي وراه. 150 درجة بيعبر عن ايه؟ اوعى وفكر كده. خلي بالك من علامة الدرجة اللي موجودة فوق دي، بتقولي ان ده بيعبر عن ايه؟ قياس زاوية. قياس زاوية. طيب تعالى نشوف السؤال كمان اللي وراه. 6 في 9 بتساوي 6 في 3 في نقط. خلي بالك كده معايا من علامة يساوي. علامة يساوي بتدل على ان الطرفين لازم يكونوا قد بعض، الطرف ده لازم يكون قد ده. انا عندي في الطرف الاولاني 6 موجودة، في الطرف الثاني في 6 موجودة. يا ترى مين اللي اتفكت يا ولاد وشايفينها مفكوكة؟ التسعة. التسعة موجودة في الطرف الاولاني، في الطرف الثاني 3 في نقطة. يا ترى 3 في كام؟ يدينا التسعة. 3 في 3. المسألة اللي وراها، عدد المثلثات اللي موجودة قدامك في الشكل ده. يلا بينا تعالى نعد. مثلث 2 3 4 صغيرين، والمثلث الكبير يبقوا 5. يبقى احنا عندنا هنا 5 مثلثات. يلا بينا كده على المسألة اللي ورا. العدد الموجود قدامي 2541 زائد 8400 موجودين مع بعض في قوس، زائد 3554 بيساوي 2541 زائد 8400 زائد نقط. تمام؟ يلا بينا هننور علامة يساوي. نور علامة يساوي. وافتكر كده كنا بنقول عليها مسألة كفة الميزان، الطرف ده هيبقى قد الطرف ده بالظبط. افتكر كده العدد اللي موجود هنا، ده انا عندي هنا في الطرف الاولاني 2541 مع الطرف الثاني زيها 2541. العدد اللي وراه 8400 8400. طب يا ترى مين اللي فاضل يروح الكفه الثانيه عشان يكمل لنا الميزان؟ 3554. والخاصيه دي اسمها خاصيه الدمج. تعالى معايا للمساله اللي وراها. 3 في 8 بتساوي 4 في نقط. خلي بالك من علامه يساوي. علامه يساوي دي بتفهمني ان الطرف ده قد الطرف ده. دايما هتلاقي يا اولاد طرف كامل في المساله. 3 في 8 بكام؟ ب 24، هكتب 24. طيب الطرف الثاني هيبقى كام؟ سامعاكم بتقولوا برضه 24. اوعى تكتب ال 24 في النقط، ده الطرف كله 24. طيب ال 4 في كام بقى؟ تديني 24. 4 في 6، سامعاكم بتقولوا 4 في 6، برافو عليك. كده المسألة بقت بتساوي. طب تعالى للسؤال اللي وراه، أنا براجع معاك شوية أنواع الزوايا، فبقول لك اكتب أنواع الزوايا. يلا بينا على الزاوية الأولانية. الزاوية الأولانية دي زاوية إيه؟ افتكر كده من شكلها، زاوية قائمة. زاوية قائمة. يلا بينا على الزاوية اللي وراها. الزاوية دي زاوية حادة. زاوية حادة. طيب الزاوية اللي وراها كمان يا ولاد منفرجة. من الشكل بتاعها زاوية منفرجة. طيب والزاوية اللي عليها الضوء هي زاوية مستقيم. زاوية مستقيم. وعدت علينا في الاختبار بتاعنا وكان قياسها 180 درجة.
تمام يا ولاد؟ يلا بينا على السؤال اللي عليه الدور. موجود قدامك زاوية وأنا بسألك على اسمها وعلى راسها وعلى الضلعين بتوعها وعلى نوع الزاوية. يلا بينا، احنا اتعلمنا مع بعض إن اسم الزاوية، الزاوية ليها ثلاث أسماء. يلا بينا، سين صاد عين. هنكتب مع بعضينا سين صاد عين، تمام؟ وعلامة الزاوية. وممكن يبقى كمان اسمها إيه؟ عين صاد سين، عين صاد سين. وممكن كمان يبقى اسمها ايه؟ صاد يا ولاد. وممكن عشان الاختصار نخليها صاد. يبقى كده المركز بتاعنا كان فين؟ كان في النص، اللي هو في النص اللي هو الزاوية صاد. طيب رأس الزاوية، رأس الزاوية هو مين يا ولاد؟ صاد. رأس الزاوية صاد. طيب ضلع الزاوية هيبقى عندنا صاد سين، صاد سين وصاد عين، صاد سين وصاد عين، وما ننساش الشعاع اللي بنعمله من فوقيهم، صاد سين وصاد عين. طب نوع الزاوية دي زاوية ايه؟ قائمة. زاوية ايه دي يا ولاد؟ قائمة. واحنا لسه فاكرين مع بعض السؤال اللي ورا بيقول لك الزاوية اللي ضلعها سين عين وسين لام، يا ترى يبقى راسها ايه؟ افتكر ان راسها هي اللي موجودة في الأول اللي هي سين، يبقى راسها مين؟ سين. تعالى معايا للمسألة الأخيرة. بلغت مبيعات مصنع في أحد الأيام 8965 جنيه، وكانت مصاريفه في نفس اليوم 5428 جنيه، فما مكسب المصنع في هذا اليوم؟ خلي بالك المصنع كسب فلوس وفي نفس الوقت صرف فلوس في كلمة مصاريفه، صرف فلوس في كلمة مصاريفه. طب يعني الحل بقى، دي مسألة ايه؟ دي مسألة اكيد طرح. العدد الاولاني اللي هنكتبه 8965 ناقص 5428 يساوي بقى، خلي بالك في الامتحان التمييز الاولاني في المسألة، مكسب المصنع، مكسب المصنع. المكسب بتاعي هيبقى عندنا 8965 ناقص 5428. تعالى على جنب في الهامش وحطها، وخلي بالك بالله عليك من ترتيب الارقام. 5 هنشيل منها 8 مش هينفع، هنعمل ايه يا ولاد؟ هنستلف من الستة، الستة هتبقى 5 والخمسة هتبقى 15. طب 15 نشيل منها 8 هيتفضل لنا ايه؟ هيتفضل لنا 7، سامعاكوا بتقولوا. 5 نشيل منها 2 3، 9 نشيل منها 4 5، 8 نشيل منها 5 3. يبقى العدد اللي عندنا 3537 جنيها. التمييز الأخير اللي في المسألة جنيها. بكده يا ولاد أنا عرضت لكم مجموعة من المسائل، يا رب أكون أفدتكم بيها. شكراً.